بهدف تغيير الصورة النمطية للشباب، أقيمت في قاعة بلدية المفرق الكبرى وضمن مشروع الحملة الوطنية لتغيير الصورة النمطية فعالية تحت عنوان 10 نجوم. ووسط حضور شبابي تخلله العديد من الفعاليات، أبرز الشباب المشاركون مواهبهم بكافة صورها، كما أكدت الفعالية على أهمية إدراج سبل تغيير الصورة النمطية عبر العالم الافتراضي. اليوم قدمت اللي قدرت اقدمه، انه كيف اوصل للناس معلومه اللي عنده اعاقه يقدر يعمل كل شيء، وانا كمان عندي اعاقه يعني راح مبتور من عندي اصبعين، فورجيت للناس اني اقدر اعزف واقدر اغني رغم كل الظروف يعني ورغم كل الاشي اللي صار معي. قدمت عرض مسرحي، العرض المسرحي عباره عن قصه شخص كان استفزاز له، استفزاز له انه كيف اني انا استفزيته من هذا الاستفزاز، انه كيف هو بده يطلع وبده يتحدى هاي الصعوبات، وبس يتحدى هاي الصعوبات انه يقدر ينجز ويوصل لطموحه مع انه عنده اعاقه، بس عن طريق هذا الاستفزاز انه في ناس تنحبط وفي ناس لا، فهو لا تحدى حاله وتحدى كل الامور ووصل للهدف اللي هو بده يوصله رغم الاعاقه. المواهب اللي عندنا، مواهب اهل المفرق، نقدر نوصلها عن طريق المحاضرات، نقدر نوصلها عن طريق المسرحيات، نقدر نوصل صورتنا عن انه احنا كشباب احنا نوصلها لاكثر من جهه.